بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. قضية ساهم في كشفها الطب الشرعي والأدلة الجنائية. جثة طفلة ملفوفة بملاية وفي مكان قريب من مصرف صحي في محافظة الدقهلية. أهالي المنطقة بلغوا قسم الشرطة بوجود جثة طفلة جنب المصرف الصحي. الشرطة هنا حصرت المكان. اتخذت الطفلة للمشرحة، وده عشان يقدر الطب الشرعي يعرف الطفلة دي ماتت ازاي، وايه الظروف الغامضة لوجود طفلة ومقتولة في المكان ده وبالحالة الصعبة دي. وهنا اكتشفت الأدلة الجنائية والطب الشرعي جريمة أقرب ما تكون إلى الكارثة. جريمة قتل طفلة عندها 5 سنين عمدا ومع سبق الإصرار والترصد. حكايتنا النهاردة بدأت في مايو 2022 في محافظة الدقهلية، تحديدا في مركز أجا. أهالي أجا بلغوا اسم الشرطة بتاع المنطقة بوجود جثة بنت عمرها حوالي من 5 لـ6 سنين. جسمها عليه آثار تعذيب وكدمات وحروق. الشرطة حصرت المكان وبدأت الأدلة الجنائية تدور في المكان على أي دليل لمرتكب الجريمة، وكمان تم تفريخ كل كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان، وبدأت المباحث تراجع كشوفات وسجلات محاضر التغيب، وكمان خطف الأطفال من عمر الضحية تقريبا. لكن ما كانش فيه سجلات محاضر في مركز أجا ولا في محافظة الدقهلية كلها بلاغ عن إن في بنت تغيبت أو اتخطفت بمواصفات الضحية دي. الطب الشرعي بدأ يعاين كدمات الطفلة، وبالمناسبة الطفلة دي كانت بهدومها، لكن واحدة من كاميرات المراقبة بتاعت المنطقة كشفت إن في عربية نزل منها فردين. الفردين دول فتحوا شنطة العربية وطلعوا منها شيء ملفوف في ملاية وحطوه جنب الصرف الصحي. الكلام ده تقريبا على الساعة 11 بالليل، والشيء الملفوف بملاية ده طبعا انتوا كده عرفتوا ايه اللي كان موجود فيه. جثة البنت الضحية. الضحية الغير معروف لحد دلوقتي هي مين او اهلها مين، بس مع تحريات المباحث اتأكدت ان البنت دي مش من المنطقة ولا من محافظة الدقهلية اساسا، وده لان مفيش اي بنت مختفية او متغيبة بمواصفات الضحية البريئة دي. بعدها بدأت المباحث تتابع كل اماكن وطرق العربية مشيت فيها، وفعلا قدرت المباحث انها تعرف العربية دي وصلت لمحافظة القاهرة في نفس يوم ما ساب الافراد المجهولين دول جثة البنت في أجا. وهنا المباحث وقوات الامن بالادلة الجنائية انتقلوا لموقع ارتكاب الجريمة الاصلي، لان الجريمة كده ما حصلتش في مركز أجا، دي حصلت في محافظة القاهرة بهدف طبعا اخفاء الجثة في محافظة تانية، وده أكيد كان اعتقاد من الجناة ومرتكب الجريمة إن هم يعملوا تمويه للشرطة وكمان يبعدوا الواقع عن نفسهم على قد ما يقدروا. لكن المباحث والأدلة الجنائية مع تفريخ كاميرات المراقبة قدرت توصل لطرف الخيط. أما الطب الشرعي مع فحصه للطفلة الضحية دي فأكد في تقرير مبدئي له إن البنت اتعرضت لأقوى وأشد أنواع التعذيب. تعذيب من نوع ضرب وكدمات وإصابات وحروق. حروق أشبه بحرق المعلقة وحرق السجاير. بس بالرغم من كده ولا الضرب ولا الكدمات ولا الإصابات ولا الحروق أدت لموت الضحية، يعني مع شدة التعذيب الطفلة كانت لسه على قيد الحياة. بعد كده الطب الشرعي مع تشريحه اتفاجئ بأن الرئتين تعرضوا للاختناق، وده كان معناه أن الطفلة ماتت خنقا، لكن ما كانش موجود اي علامات على الرقبة تدل على ان الطفلة اتخنقت بقطعة قماش او حتى بقبضة يد. وفي نفس الوقت الرئتين ما كانش موجود فيهم اثار لاختناق الضحية بغاز معين، فبالتالي كان الاعتقاد ان الطفلة ماتت لان هي اتحبست في مكان مقفول. مكان مقفول الطفلة قعدت فيه فترة طويلة وممكن توصل لاكتر من يوم تقريبا، وده لأن حالة جسم البنت كان مبين إن الجثة لسه ميتة جديد، يعني ما تعرضتش لأي حالة تعفن في أي عضو في الجسم. المباحث بعد ما تعقبوا الطفلة وصلت إزاي لمكان الصرف الصحي قدروا إن هم يوصلوا للعربية، واللي أصبحت طرف خيط مهم جدا وبداية دليل ليهم إن الجريمة دي حصلت في محافظة القاهرة
ومع تتبعها قدرت المباحث برضو انها تتأكد ان العربية مسروقة. وهنا المباحث حطوا خطة جديدة، خطة يمشوا عليها ويعرفوا ان لو العربية اتسرقت مخصوص عشان تنقل جثة البنت من محافظة القاهرة لمحافظة الدقهلية، ولا العربية كده كده اصلا كانت مسروقة قبل الواقعة. والحد هنا ننتقل بالاحداث لمحافظة الجيزة، لما دخل اب القسم شرطة وحالته كانت مزرية جدا وشكله قلقان، وده عشان كان خايف جدا على بنته وعايز يعمل محضر بتغيبها. الطفلة روجينا عندها 5 سنين والاب بقاله 10 ايام مش عارف يتواصل مع والدتها عشان يشوف بنته. الاب وصف البنت وقال عمرها وقال شكلها عامل ازاي وقال ان هي موجودة مع والدتها من وقت الانفصال، وان عدم معرفته التواصل مع طليقته من 10 ايام خلاه قلق جدا على بنته وجاي يعمل محضر. ومع شوية تفاصيل قدرت شرطة الجيزة انها تتواصل مع شرطة القاهرة وشرطة الدقهلية، وبالتواصل اتعرف بان مواصفات البنت المجني عليها في الدقهلية بتتطابق تماما مع مواصفات البنت المتغيبة في الجيزة والمقتولة في القاهرة. وده لما شرطة محافظة الجيزة طلبت من محافظة القاهرة ان هم يجيبوا صورة للبنت المجني عليها. مباحث القاهرة وصلوا اشارة لشرطة الدقهلية ان هم يبعتوا صورة للبنت من المشرحة، ولما تم التأكد من ان جثة الطفلة بتلائم تماما مواصفات الاب، استدعى قسم الشرطة في الجيزة الاب اللي قدم البلاغ. هنا الاب انهار جدا لما تعرف على جثة بنته وقال دي روجينا بنتي، وبدأت كواليس جديدة الشرطة بتكتشفها ورا ستار الواقع، وهي ان الاب والام منفصلين، والاب مش عارف يوصل لبنته بقاله 10 ايام زي ما قال في المحضر، وده لان والدة روجينا ملهاش اي اثر. الشرطة اشتبهت في والدة روجينا لان المحضر ما بقاش مجرد محضر تغيب او اختفاء، الجريمة بقى فيها جثة تعرضت للضرب والتعذيب والخنق حتى الموت. ومقدم البلاغ هو والد روجينا اللي قدم بلاغ اختفاء بنته من 10 ايام مع اختفاء والدتها. فهنا الموضوع فيه شبهة جنائية والمشتبه فيها الام، اذا كانت بقى على قيد الحياة. اما لو تم اثبات عكس كده وان الام ضحية، فهيكون الجاني طرف ثالث مجهول. قوات الامن قدرت في محاولة منها في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق ان هي تشوف اي صورة للفردين، واخيرا الشرطة قدرت انها توصل للفردين وتم الاكتشاف ان هم عضوين في تشكيل عصابي، والتشكيل ده متخصص في سرقة العربيات. ومع مراقبة التشكيل في انه ازاي اصلا بيتم سرقة العربيات، تم اكتشاف ان التشكيل العصابي ده بيطلب عربيات الكترونيا على تطبيق موجود على النت، زي ما موجود في اوبر وكريم او اي شركة متخصصة في رحلات السيارات. بعدها يقوموا افراد التشكيل العصابي وبطريقة معينة يسرقوا العربية ويخلصوا على السواق. وبكده نقدر نقول ان هو ظهر اتجاه جديد في القضية، وهو ان ازاي تشكيل عصابي متخصص في سرقة سيارات في محافظة القاهرة يكون له دخل بان عربية من العربيات المسروقة تنقل جثة بنت مقتولة لمحافظة تانية. والسؤال هنا بقى، هي ايه العوامل المشتركة او وجه الشبه ما بين الجريمتين؟ ممكن هنا نخمن ان العامل المشترك هو الافراد نفسهم، وعشان كده المباحث كثفت جهودها جدا وقدروا يقبضوا على الفردين دول. الفردين اعترفوا ان هم ما عملوش اي حاجة غير ان هم نفذوا الاوامر وبس، نفذوا اوامر اخدوها من زعيم العصابة، والزعيم ده امرهم بان هم ياخدوا الجثة ويحطوها في محافظة تانية وبعدها خلاص يختفوا. زعيم العصابة محمد وشهرته ميزو، عمره 37 سنة عاطل. قدرت قوات الامن انها توصل للمكان المتواجد فيه محمد وعصابته، وده بناء على اعترافات الفردين المقبوض عليهم. بعد كده اقتحمت الشرطة المكان، وكانت المفاجأة ان محمد رئيس العصابة كانت معاه شيماء والدة روجينا، ده غير ان زوجة محمد واخوه وزوجة اخوه كمان كانوا متواجدين في المكان، وطلع افراد العيلة هم التشكيل العصابي ذات نفسه. وبعد اكتشافهم تم القبض عليهم. المتهم محمد وشهرته ميزو، عنده 37 سنة. الام المتهمة شيماء وشهرتها رشا، عندها 34 سنة. المتهمة هدى وعندها 31 سنة. والمتهمة كريمة وشهرتها النوش
وعمرها 32 سنة، والمتهم محمد وشهرته إسلام وعنده 32 سنة، والمتهمة سماح وعندها 30 سنة ودي بقى هربانة. تشكيل عصابي عايش وبيشتغل في نفس المكان. شيماء والدة روجينا انضمت ليهم بعد طلاقها من والد روجينا، وبالرجوع بالزمن فأم روجينا كانت بتزور أصدقائها ومعارفها وهي معاها روجينا في كل مكان، وحتى لما تم الانفصال عن والد روجينا وبحكم حضانة البنت فكانت البنت مصاحبة لوالدتها في كل دقيقة. بعدها تم انضمام شيماء للتشكيل العصابي ده، لكن ما كانش تشكيل عصابي متخصص في سرقة العربيات وبس، ده كان متخصص بعمل آخر منافي للآداب. وبحكم تواجد البنت روجينا في مكان بيحصل فيه حاجات مشبوهة وغير أخلاقية زي دي، فكانت البنت أكيد بتشوف وبتسمع وبتقلد كمان حاجات. ومن هنا بدأ بقى الموضوع من زوجة محمد اللي اسمها هدى. هدى طلبت من شيماء إن هي تجرب معاهم حفلة كده من حفلاتهم، ولو عجبها الموضوع تكمل، ولو حبت تبطل مفيش أي مانع. إنسانة حقيرة زي شيماء لا تمت الإنسانية بأي صلة. أكيد وافقت إنها تعمل عمل يكون بمثابة قربان يقربها أكتر للشياطين، قربان تقدر من خلاله إنها تكون هي الشيطان ذات نفسه. حفلة جنس جماعي بين أفراد التشكيل العصابي كله، حفلة مش بس منافية للأخلاق والأداب، دي فيها كل معاني القرف والتقزز. شيء قذر جدا زي ده كانت تحت عين طفلة بريئة زي روجينا اللي عندها 5 سنين، طفلة أكيد بطبيعة الحال هتسمع هتشوف هتتعايش مع واقع هتعتقد منه إن هو أمر طبيعي وعادي. وفعلا روجينا بدأت بعد كل حفلة من حفلات الجنس الجماعي إنها تبدأ تقلد الحركات بتاعت والدتها اللي كانت بتعملها، ده غير الألفاظ اللي بقت على لسانها وبدأت تقولها في أي وقت وفي أي مكان. وهنا والدة روجينا اللي اسمها شيماء بدأت تخاف، وده لأن روجينا بدأت تعمل الحركات والإيماءات والألفاظ قدام العيلة والأقارب كلها. العيلة اللي بدأت تشك وتسأل هي شيماء بتروح فين؟ بتاخد بنتها على فين عشان تعرف الكلام الغريب ده؟ وده لأن سلوكيات البنت أصلا اتغيرت في الفترة الأخيرة مع غياب والدتها الغير معروف، ولما شيماء والدة روجينا بدأت تخاف إن بنتها تفضحها أكتر أو حد من العيلة يعرف هي بنتها بتروح فين معاها، شيماء المجرمة قررت إنها تحل الموضوع على طريقتها. الشيطانة راحت لميزو وقالت له إن روجينا هتفضحهم، وده لأن هي بدأت تقلد حركاتهم وألفاظهم. وكان رد محمد إن هو طمن شيماء وقال لها أنا هتصرف سيبيلي أنا الموضوع ده، ومحمد فعلا اتصرف، لكنه اتصرف في طريقة ان هو يتخلص بيها تماما، وده لما بدأ يعذبها بحرقه ليها في جسمها، والتعذيب كان قدام امها وكمان قدام باقي افراد العصابة زيه وزي الحفلات المشبوهة. ميزو كان بيحرق الطفلة روجينا بالسجاير وبأدوات تانية كتير معدنية زي معالق الاكل، وكانت معاه والدة روجينا نفسها المجرمة. الطفلة تعرضت للتعذيب لمدة 2 شهر كاملين على ايد كل افراد العصابة، وده كان بيهدف ان هم يهددوا البنت انها ما تتكلمش ولا تحكي اللي بتشوفه في حفلات الجنس الجماعي. وعلى فكرة ده كلام مطابق لنفس تقرير الطب الشرعي، تعذيب يومي تعرضت ليه الطفلة البريئة، ومع ذلك كانت ما تعرفش ايه الغلط من ان هي تعمل زي والدتها نفس الحركات. وعشان كده كانت روجينا بعد كل تعذيب وعقاب بترجع تعمل نفس اللي بتشوفه، لحد في آخر يوم البنت كانت عايشة فيه. يومها كان معمول حفلة جنس جماعي، والبنت كانت موجودة وبتلعب بصوت عالي. ضوضاء البنت في توقيت زي ده كان عبارة عن شظايا لغضب ميزو، وهنا قرر ميزو ان هو بقى هيتخلص من روجينا للأبد. وافقته على كده والدتها، وبالفعل تم هتك عرض الطفلة وقدام أعين والدتها. ده مش كده وبس، ده والدتها كمان نزعت عنها ملابسها وكشفت عورة الطفلة للمجرمين. وقتها المجرمين قاموا بحرق عورة الطفلة وتعذيبها بدنيا في باقي جسمها، إصابات وحرق وكدمات وهتك عرض طفلة عمرها لا يتجاوز 5 سنين وتحت عين ومسامع مين؟ الأم، معدومة المشاعر والأمومة. وبعد تعذيب البنت كانت لسه على قيد الحياة. ساعتها ميزو وأفراد العصابة خدوها في عربية من العربيات المسروقة وحطوها في شنطة العربية. البنت كانت حاولت تصارع الموت لحوالي 40 ساعة،
في أول 6 ساعات ميزوا أفراد العصابة بعد ما انتهوا من حفلة القرف بتاعتهم دي، راحوا فتحوا شنطة العربية. وقتها البنت كانت لسه عايشة، لكنها كانت اتعرضت للإعياء والحمى الشديدة، فقفلوا عليها مرة تانية شنطة العربية لحد لما تمت 40 ساعة. تخيل كده، طفلة محبوسة في مكان مغلق، انعدم منه الأكسجين زي ما انعدمت منه الرحمة والضمير في المجرمين المنتهكين لحقها وحق براءتها. مصيرها هيبقى ايه؟ أكيد الموت. وده اللي حصل. بعد 40 ساعة ميزو باقي أفراد العصابة فتحوا شنطة العربية على الطفلة روجينا، واكتشفوا إن هي خلاص ماتت. وقتها طلب رئيس العصابة ميزو من فردين مساعدين له في العصابة إن هما ياخدوا جثة الطفلة ويحاولوا يخفوها عن عين الشرطة لأبعد مكان ممكن. وفعلا خدوا الفردين جثة البنت الموجودة في العربية المسروقة وتوجهوا بيها لمحافظة الدقهلية. وفي مركز أجا وبالقرب من مكان فيه مصرف صحي، جثة الطفلة الضحية روجينا اتحطت قريب من المصرف الصحي على الساعة 11 بالليل. أما وكيل النيابة ففي تحقيقات النيابة العامة صرح إن والدة الضحية خدتها للمتهم محمد 37 سنة وشهرته ميزو، والمتهمة التانية كريمة 32 سنة وشهرتها أنوش، وإن المتهمين لما خدوا البنت حبسوها في شنطة عربية مسروقة رقمها ألف سين نون 2156. وهنا استمرت البنت محبوسة في العربية حوالي 40 ساعة. 40 ساعة الضحية بتصارع فيها الموت لحد لما روحها خلاص راحت للي خلقها. وفي جلسة المحكمة طلب القاضي بإخراج المتهمة والدة الضحية من قفص الاتهام، وده عشان يوجه ليها شوية أسئلة. خرجت المتهمة وفي إيديها سبحة، ودي كانت المفاجأة للكل. ولما القاضي سأل الأم المتهمة وهو في حالة صدمة واندهاش إن ممكن أم تسمح إن حفلات التعذيب دي كلها تحصل لبنتها وقدام عينيها كمان، لو كمان تشارك فيها وهي بكل رضا وسلام نفسي، كانت إجابة والدة الطفلة روجينا: أنا ما عملتش حاجة ولا قتلت بنتي روجينا، أنا لسعتها على أيديها عشان أقدبها بس من اللي كانت بتقوله، والبنت كانت بتقلد اللي بيحصل قدام العيلة والجيران، كانت بتشوفني أنا ووالدها أثناء العلاقة في البيت وتروح تحكي للناس على اللي شافته، الحاجات يعني اللي كانت بتحصل بيني وبين والدها، فقررت ساعتها أن أنا أعاقبها. ولما سألها القاضي: وهي كانت بتشوفك مع 3 رجالة؟ ردت المتهمة وقالت: لا ما حصلش. فالقاضي رد وقال لها: هي كانت بتقلد حاجات شايفاها بره يعني، ولا حاجات انت بتعمليها؟ بعدها المتهمة المجرمة جاوبت وقالت له: لا هي شافتني مع باباها. وهي دي كانت حكايتها، حكاية طفلة ببراءة الأطفال مثلت بحركات طفولية أفعال مشينة تقمصتها من أشخاص لا دين ولا حياء ليهم. وفي النهاية أصدر قاضي المحكمة حكم بتنفيذ الإعدام على المتهم محمد وشهرته ميزو، والمتهمة والدة روجينا واسمها شيماء وشهرتها رشا، ده غير الحكم المشدد على باقي المتهمين. المتهمين اللي عقدوا النية وخططوا للتخلص من طفلة بريئة لا ذنب لها، ولكن حكم قاضي الأرض كان قصاص لاسترجاع حق طفلة يستحيل استرجاع روحها مرة تانية. ربنا يرحم الطفلة الضحية روجينا ويحفظ أطفالنا من ذئاب البشر، ويبقى حكم الآخرة من رب السماء. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.